87 بالمئة من الوطن تبلغ مقدراتهم يلي حسنة غذاء للأجيال القادمة. الجنوب الجزائري يزرع اليوم 400,000 هكتار عبر نعرف بلي المناطق الجنوبية مضطرة ببعض ال 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 الاضطرابات الجوية، وهذا الصندوق بادر بإنشاء منتوجات تأمينية جديدة اللي اليوم راح يعلنها بصفة رسمية مع الفلاحين، وهذا مع كل المؤسسات اللي تتدخل في هذا القطاع. ثانيا نظن الدور الثاني تاع الصندوق ماهوش برك التأمين الفلاحي وخاصة المرافقة في تسهيل الأخطار، وهذا دور لازم نعالجوه بكل شجاعة، بأن التغيرات المناخية راهي تلعب دور كبير في المنتوج والإنتاجية. التعاون الفلاحي هو مؤسسة رائدة في التأمينات الفلاحية، يقوم بتأمين كل ممتلكات الفلاحين والمستثمرين من أجل حماية من الأخطار التي تلحق بهؤلاء الفلاحين والمستثمرين. المؤسسة التعاون الفلاحي هي مؤسسة رائدة في التأمينات الفلاحية، عندها قرن وسبع سنوات من الزمن تنشط في هذا المجال، دائما ترافق الفلاح والمربي والمستثمر في القطاع الفلاحي والمحولين.